ما الذي تكشفه أظافرك عن حالتك الصحية؟ في عصرنا الحالي غالباً ما ينظر إلى الأظافر كأحد السمات الجمالية للجسم، إذ تشير التقديرات إلى أن قيمة سوق منتجات طلاء الأظافر على مستوى العالم ستصل إلى 15.55 مليار دولار بحلول عام 2024. ومع ذلك فقد تبين أن الأظافر ليست مجرد سطح أصم تزينه الألوان والنقوش، ولكنها أيضاً تعكس حالتك الصحية العامة. كيف يشير لون الأظافر وملمسها وسماتها الأخرى إلى المشاكل الصحية الداخلية؟ سنعرف الإجابة حالاً، لكن أولاً ندعوك للاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتنضم إلينا على الجانب المشرق. لون الأظافر: غالباً ما تشير الأظافر الصفراء إلى وجود عدوى فطرية، وقد تتفاقم الحالة إذا لم تعالج في الوقت المناسب. يمكن أن تكتسب أظافرك لوناً مخضراً وتصبح ضعيفة قابلة للكسر. ومن الأسباب المحتملة الأخرى لاصفرار الأظافر الشيخوخة ومشاكل الرئة الناجمة عن التدخين والاستخدام المتكرر للأظافر الصناعية الرديئة. الأظافر البيضاء الشاحبة مع لون وردي قرب نهايتها أظافر تيري تيريز نيلز قد تكون علامة على فشل القلب الاحتقاني أو الفشل الكلوي أو السكري أو بعض مشاكل الكبد مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد. وأحياناً تظهر أظافر تيري بسبب الشيخوخة أيضاً. إذا كانت أظافرك شاحبة للغاية يحتمل أنك تعاني من نقص غذائي أو مشكلة في الدورة الدموية تمنع الدم من الوصول إلى أطراف أصابعك، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بفقر الدم أو نقص الحديد في الدم. قد يشير لون الأظافر الأحمر الداكن إلى مرض القلب، وإذا كان الاحمرار يمتد إلى جوانب الظفر وقاعدته فقد يكون هذا علامة على أحد أمراض المناعة الذاتية يسمى مرض الذئبة. تغير لون الأظافر إلى اللون الأرجواني أو الأزرق يشير عادة إلى أن جسمك لا يحصل على الأكسجين بكمية كافية. ومن بين الأسباب المحتملة الأخرى مشاكل القلب ومشاكل الرئة مثل النفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن. الألوان الأخرى للأظافر قد تشير إلى مشاكل صحية مختلفة. على سبيل المثال إذا تغير لون أظافرك إلى البني فقد يشير ذلك إلى أنك تعاني من مرض بالغدة الدرقية أو مشاكل بالتغذية. ويميل لون الأظافر إلى الرمادي إثر تناول بعض العقاقير الطبية مثل الحبوب المضادة للملاريا. ملمس الأظافر: الأظافر الهشة المتشققة ترتبط عادة بقصور الغدة الدرقية، وهي حالة مرضية يقل فيها نشاط الغدة الدرقية إلى حد كبير. وقد تشير الأظافر الجافة والمتشققة إلى نقص فيتامينات A و C و B7، ويعرف أيضا باسم البيوتين. وهناك سبب آخر محتمل لهذه المشكلة، وهو الاستخدام المفرط لمزيل طلاء الأظافر. ظهور حواف رأسية على الأظافر تعد إحدى العلامات الطبيعية للشيخوخة، مثل ما تظهر التجاعيد على وجهك. ولكن إذا أصبحت بارزة في سن مبكرة فقد يعني ذلك أنك تعاني من نقص فيتامين B12 أو نقص المغنيسيوم. أما الحواف الأفقية خطوط بو فعادة ما تنتج عن تعرض الظفر لصدمة مباشرة، ومع ذلك إذا رأيتها على أكثر من ظفر في وقت واحد فقد تكون أيضاً علامة على مرض خطير مصحوب بحمى شديدة مثل الحمى القرمزية أو الالتهاب الرئوي. النقر على الأظافر قد تشير إلى أمراض جلدية مثل الصدفية والإكزيما والتهاب الجلد، وقد تكون علامة مبكرة على أمراض الأنسجة الضامة مثل التهاب المفاصل. نمو الأظافر: تقعر الأظافر ظاهرة تصبح فيها أظافرك شبيهة بالملعقة، لها حواف مرتفعة وانخفاض مقعر في المنتصف، وقد تكون علامة على داء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة مرضية ينتج فيها جسمك الكثير من الحديد، كما ترتبط أيضا بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد وأمراض القلب وضعف الدورة الدموية.
يظهر تعجر الأظافر عندما تتضخم أطراف الأصابع وتتقوس الأظافر إلى الأسفل. فقد يكون نمو الأظافر بهذا الشكل علامة على نقص الأكسجين في الدم، والذي يحدث عادة بسبب أمراض الرئة. ويرتبط تعجر الأظافر أيضا بأمراض الكبد أو الكلى ومشاكل القلب وداء الأمعاء الالتهابي والإيدز. انحلال الأظافر وانسلاخها عن قاعدتها يشير عادة إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، حيث تقوم الغدة الدرقية بإفراز كمية زائدة من الهرمونات داخل جسمك. كما يشير تخلخل الأظافر أيضاً إلى وجود عدوى فطرية أو صدفية أو ضعف الدورة الدموية أو داء نشواني، وهو تراكم بروتين الأميلويد في أنسجة الجسم وأعضائه. سمات أخرى للأظافر: الخطوط الطولية الداكنة الممتدة من قاعدة الظفر إلى قمته قد تكون علامة على وجود ورم ميلانيني تحت الظفر، وهو نوع خطير من سرطان الجلد. لذا حتى لو لم تسبب هذه الخطوط أي ألم في أظافرك، يفضل أن تذهب للطبيب فور أن تلاحظها، على الرغم من الاعتقاد السائد لدى معظم الناس أن الخطوط البيضاء خطوط ميس لاينز تشير إلى وجود نقص في الكالسيوم، إلا أنه اعتقاد خاطئ في الواقع، وإنما تشير تلك الخطوط البيضاء على أظافرك عادة إلى أنك تتبع حمية غير متوازنة تفتقر إلى البروتين، ويمكن أن تظهر بعد التسمم بالمعادن الثقيلة نتيجة للفشل الكلوي. عادة ما يشير الجلد الأحمر المنتفخ حول أظافرك إلى التهاب طية الظفر، وإذا كان الالتهاب مصحوباً بتورم كبير، فقد يكون ذلك بسبب عدوى تسمى الداحس، ومن الأسباب الأخرى المحتملة لاحمرار طية الظفر، ولا سيما مرض الذئبة. والآن حان وقت المكافأة. إليك طريقة صنع علاج لأظافرك في المنزل. ستحتاج إلى 118 مللتر من زيت الجوجوبا، و118 مللتر من زيت فيتامين إي، و89 مللتر من زيت الأفوكادو، و59 مللتر من زيت بذر العنب، و59 مللتر من زيت اللوز الحلو. امزجها كلها جيدا في زجاجة طلاء الأظافر، وضع هذا المزيج على منطقة قاعدة الظفر، وقم بتدليكها على الجلد المحيط بأظافرك، ثم افرك الزيت الزائد في يديك كمرطب لليدين. يمكنك استخدامه كلما شئت، وخاصة بعد تعرض اليد للماء. هذا العلاج المنزلي يعمل على ترطيب الأظافر وقواعدها، ما يحافظ على صحة ونعومة الجلد حول أظافرك. المعلومات المذكورة هنا هي بغرض التوعية والإرشاد فقط. إذا لاحظت ظهور أي من هذه التغييرات على أظافرك، فلا تتردد في استشارة طبيبك أولاً لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى علاج خاص. ما الذي تكشفه أظافرك عن حالتك الصحية؟ أخبرنا بما توصلت إليه في التعليقات. لا تنسى الضغط على أعجبني في هذا الفيديو وشاركه مع أصدقائك، واشترك بقناتنا لتبقى دائماً على الجانب المشرق من الحياة.